طيب طنطا أيضا في كلام عن إن بعض المساجين أشعلوا النار في السجن. مراسلنا إسلام الخياط من هناك. إسلام أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا يعني عجالة سريعة، هو تحول ميدان الساعة بمدينة طنطا إلى حصار من قوات أمن الغربية للسيطرة على بعض المساجين التي قاموا بإشعال النيران داخل سجن 2 من جوه القسم. تعود أصل الحكاية من مصادر من داخل القسم بوجود بعض المساجين بعمل مشاجرة داخل سجن 2. على الفور انتقل ضباط المباحث ومعانيه للسيطرة على الموقف. بعد الانتهاء وخروجهم من سجن 2 اكتشفوا وجود بعض المساجين بإشعال النيران داخل البطاطين، مما أدت إلى اشتعال النيران. على الفور انتقلت فوق أكثر من 6 سيارات للحماية المدنية، في 10 سيارات إسعاف. انتقلت قوات الأمن المركزي وقوات القوات الخاصة لمعاينة الاسم. هناك تردد وإشعاعات بعض الإصابات، ولكن لم يخرج أي إصابة منذ الآن حتى الآن. هم طبعا المساجين بيولعوا في الاسم عشان يهربوا يعني. ده يعني هو دي الروايه اللي صدرت من احد مصادر داخل قسم طنطا، ولكن انتقل معنا اللواء ابراهيم الشرقاوي مساعد وزير الداخليه الوسط الدلتا، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير امن الغربيه. ولكن في بعد مسافه بيننا وبين باب الاسم، في كردور امني مغلق لغايه واجهه الاسم، ولكن قسم اول طنطا طبعا محاصر كله بقوات الامن المركزي، وتم اغلاق الطرق المؤديه من ميدان الساعه وشارع احمد ماهر وشارع البحر وشارع عزيز فهمي وشارع القاضي. كل الطرق المؤديه لاسم اول طنطا تمت اغلاقها لحين الانتهاء من السيطرة على القسم. طيب اسلام، هنحاول تجيب يعني تاخد لنا بعض المشاهد كده المتعلقة. يعني نعم، بعد قليل يكون المشاهد بعد قليل عند حضراتكم بعد قليل ان شاء الله.